انا حي لعيب على الاداء النهارده، توفيق ربنا نمره واحد، وبعدين اللعيب على الاداء، وبعدين طبعا النتيجه، لكن الاداء كان جيد بالنسبه لي حتى واحنا متعادلين. الشيخ كان بيلعب بشكل مختلف فعلا النهارده، اقرب الى اثنين، بس هو بيشتغل بحريه شويه في بعض الحاجات عشان نفضي انه يقدر يستلم، وده بان قوي الشوط الاولاني. وحسين بيشتغل معاه في نفس المكان بتبادل معين بنعمله، لكن الشوط الاولاني برضو حسين راح على الطرف شويه، ما كنتش عايز كده. بعض الاوقات لما دخل جوه اشتغل، جالنا فرصتين ثلاثه، بس ده الوقت. واحنا كنا عارفين اللعب المصري يعني بياخد الكوره عشان يلعب طويل او يحاول يقطع يعمل هجمه مرتده. الحمد لله ربنا. المباراه اللي حسيت ان انت قلقان فيها على النتيجه؟ والله مش اصعب، هو اصعب اوقات المباراه بالنسبه لي الهدف اللي جه بعد الهدف على طول، الهدف الاولاني، وفي كوره بعد التعادل برضو، لان انا كنت شايف ان احنا يعني بالنسبه لي اللعيبه عامله اللي عليها، فما كنتش عاوز المجهود ده يضيع النهارده. ربنا كرمنا، ده يعني وفقنا، وده كرم من عند ربنا. انا اتنرفزت شويه، بس برضو كلام بقى في فرقه شركات، فرقه شركات، فاما جه ابراهيم برضو قال كلمتين ما لهمش لازمه، قمت ردد عليه، وده خطا، لكن هو برضو هم مش قادرين يفهموا ان ده ماتش، هم مش انا احسن منهم عشان كسبنا، هم عاملين شغل كويس جدا مع النادي المصري وبيلعبوا بطوله افريقيا وعملوا شغل ما اتعملش من سنين. دي ما تقللش، في ناس تانية بتشتغل، ما في ميدو شغال كويس قوي، في مؤمن، في كباتن كبار بيشتغلوا، كابتن مختار وكابتن طلعت وكابتن حلم، يعني انا طبعا نسيت ناس بس مش عاوز اقول، كل وعوده وعماد، كل الناس دي ما فيش حد احسن، كلهم كويسين، احنا بنتعلم الكبار بس. فهي العمليه، انا خسرت ماتش، كسبت ماتش، ده ما يدلش انت بني ادم كويس ولا لا. ابقى بني ادم كويس، ابقى محترم، غير كده لا. عندي انا يعني